تفاصيل صغيرة ولكن طعم جديد، وفي نفس الوقت كمان بتقدري تعملي الحاجة اللي أولادك بيحبوها ولها تراث قديم. يعني إيه يا عم الشيف؟ صينية الرقاق بنعملها في العيد الكبير، في المناسبات لما يكون عندنا لحمة مفرومة عايزين نغير الطعم، ممكن نعملها بالجلاش، نعملها بالرقاق الطري، نعملها بالرقاق الناشف حسب الرغبة. الرقاق على الطري بالذات غير الناشف، عشان تحافظ عليه لازم تغلفيه كده علشان ما ينشفش منك. حلو الكلام ده. بياخد شربات يا شيف، بياخد شوربة، هنشوف مع بعض نعمله مع بعض ازاي. اه ده الرقاق الطري، بتجيبيه من الراجل الطيب بتاع الكنافة بتاع القطايف، وده بيتباع طبعا في كل المناطق زي الفل، او تقدري تعمليه في البيت. عبارة عن كوبايتين دقيق، بياخدوا شوية دقيق اسمر وتحطهم مع بعض كده، او تعمليه بدقيق ابيض بس كده ومن غير خميرة، وتحط له رشة ملح ورشة سكر، ويتعمل في طاسة كبيرة وفي صاجة كبيرة، وبيتباع جاهز. وعايز الصراحه يعني والمصداقيه ايه، تشتريه جاهز وخلاص وريح راسك، لانك عشان تعمليه في البيت هياخد منك وقت كبير قوي على فكره. بيبقى معانا بالشكل ده كده، في منه طبعا لونه ابيض، بيبقى معمول بدقيق ابيض صافي، وبيبقى في نفس الوقت بيتعمل باللون ده كده اهو. ده على فكره ممكن تعمليه سندوتشات شاورما، يبقى لطيف وجميل اهو، شاورما لحمه او شاورما فراخ، سندوتشات فاهيتا، زي ما انت عايز. ده الرقاق بتاعنا، عشان نحافظ عليه ويبقى طري كده بالشكل ده كده، ده طبعا لازم تحطيه وتغطيه على ما تشتغلي فيه. احنا نخليه على جنب كده على ما نشوف مع بعض ازاي هنعمل شويه لحمه مفرومين ونتبلهم ونعصجهم مع بعض. لحمه مفرومه دي طبعا بتعملوا مكرونه بالبشاميل. المقادير على الشاشه يا استاذه رحاب بعد اذنك. مقادير صينيه الرقاق من المطبخ المصري الجميل، رقاق طري او ناشف حسب الرغبه. الرقاق اللي معانا طري، لحمه مفرومه، بصل وتوم، والبهارات بتاعتك اللطيفة الجميلة، وبيض وحليب. نقطع البصلاية ناعمة كده زي الفل. خلي بالك وانت بتقطعي البصلاية لا تعوري ايدك اهو، شفتي سكينتك حامية في ايدك زي الفل. والبصلاية لما تكون متقطعة كلها حجم واحد، ما بتلاقيش بقى بصلاية في قلب اللحمة حتة كبيرة وحتة صغيرة، الجو ده مش بيعجبنا على فكرة. اه زي الفل. البصلاية بالراحة خالص، انا بشغل بالراحة عشان ايه، تتعلمي مسكة السكينة وتقطعي البصلة بالطريقه الصح. امهاتنا زمان ما كانوش يقطعوا البصل كده، خلي بالك. اه والله انا كنت اشوف الحاجه رحمه الله عليها تمسك البصلايه كده كده كده. بص مخرجنا الجميل، بص بص اه بص والله اه 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 الزمن الحلو ده اهو، ما كانش يتعور ده ولا اي حاجه اهو 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 شفت اه الطريقه دي اهو. ونبتدي عاملاها كده اه، اصل تقول الشيف المغازي جاي من المريخ ولا حاجه، لا خلي بالكم انا من الارض الطيبه دي اهو. شفت البصلايه جايه ازاي نازله خرزه اهي اهي اهي. تاني كمان مرة، كمان مرة اهو اهو اه. لا تتعور ولا اي حاجة، سمي بسم الله اهو. بصي اهو، والبصلاية ما تنزلش على البلانشة ولا اي حاجة، ومية البصلاية فيها اهو، شفتي اهو. بصل احمر بقى ابيض اللي موجود اهو. طبعا انا لو مسكت النجفة زي ما بيقولوا مش هقطع زي امهاتنا، خلي بالكم. ادي البصلاية بعد ما تقطع، هي البصلاية اللي انا مركز فيها النهاردة، لان هي دي سر اللحمة المتعصجة، سر اللحمه اللي احنا هنتبلها مع بعض دلوقتي. ليك الاختيار، يا اما تحط معلقه سمنه يا اما تحط معلقه زيت. بصراحه خلونا نعملها بمعلقه سمنه، حلو قوي اهو. اللحمه بتاعتنا نسبه دسامه قليله، معلقه سمنه وما تكتريش كده زي الفل. ناخد البصلايه اللي احنا قطعناها دي كده الناعمه الحلوه دي كده اهو. الله، شكل البصلايه في الطاسه تجوع. عايزه تعملي بقى طبق اومليت بالبصلايه دي، خلي شويه على جنب. عايزه تعملي طبق عجه، خلي شويه على جنب. عايزه تعملي شويه رز مفلفلين، خلي شويه على جنب. طالما دخلت المطبخ وقطعت بصلايه اه زي الفل. بنحط شويه ملح على البصل ده عشان عيننا ما تدمعش وعشان يتحمر معايا بسرعه. معلقه زبده صغيره اهو، زبده مع سمنه اه، جربي. طب ليه زبده؟ بيساعد على احمرار البصله سريعا اه اه. شفت البصل ده؟ اه الله، تجيب لي عليها زوم كده هتلاقي كلهم زي بعضيهم، مفيش واحد اكبر من الثاني اه اه. انا بشوف بقى ايه؟ امهات ناس طيبين يحطوا اللحمه نيه مع البصلايه نيه على النار، انا ضد كده. خلي البصلايه تاخد كده شخصيتها وتتحمر شويه بتوابلها، وبعدين ننزل باللحمه المفرومه، هو ده المطبخ. هتحطيه كله ني في ني، مش تبقى البصله لطيفه خالص ومش تبقى حلوه.
لان الوقت بتاع تسويه البصله غير تسويه اللحمه. حطينا الملح، ايه البهارات بتاعتنا يا عم الشيف للحمه المتعصجه دي؟ تعملي بقى ايه، فطاير، تعملي مكرونه بالبشاميل، صوص بولونيز، عارفين طبعا صوص بولونيز اللي هو صوص اللحمه المفرومه بالطماطم. طلعينا بيحط نوعين من اللحمه، اللحم الكندوز واللحم البقري، حلو، او لحم ضاني ولحم بقري مع بعض. طبعا احنا بنعمله بنوع تاني، بنوع واحد بس كفايه يعني، ولكن لازم ياخد ريحان او حبق او زعتر. التوابل دي كلها مع بعضيها تقليبه حلوه كده اهي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ البصلايه هنا بتتكلم مصر، اتغيرت اهي ريحه وشكل وطعم وكل حاجه. ننزل بالتوم يا عم الشيف. طب ليه ما نزلتش بالتوم مع البصلايه؟ لان التومه لو نزلت مع البصلايه هتسود معايا. حلو، استنى عليها كده شويه. اللحمه المفرومه بتاعتنا زي الفل، لحمه تجيبيها تفرط وسط الجزار، هتعملها حواوشي، تجيبيها خشنه شويه، هتجيبيها للمفروم تعصجيها المكرونه بشاميل، بتجيبيها خشنه لان المفرمه عند الجزار حاجتين، ناعم وخشن. حتى هو بيسالك عايزاها يا اختي ناعمه ولا خشنه. الناعم بيستخدم مثلا للايه، الحاجات اللي هي حشوات، الخشن لمكرونه بشاميل، صوص بولونيز، تبان شخصيه اللحمه جوه المكرونه وجوه الايه، الاكله اللي بنعمل. نقلب كده. المغازي علمني ايه بقى؟ عشان اللحمه دي ما تتكتلش معايا وتكلكع معايا، سواء مطلعاها من الثلاجه سواء بعصجها دلوقتي، بعمل حاجه لطيفه قوي على فكره. عندي الحله بتاعتي بتغلى على النار، فيها بوكيه جرنين من الجزر والكرفس والبصل، دي معانا يوميا ما استغناش عنها طالما انا موجود في المطبخ، هي معايا على طول. الحله دي على ايدي اليمين، تبعد من الطاسه تقريبا 50 سنتي. حلو الكلام معانا يعني اهو. باخد منها شقشاء ميه كده لطيف زي الفل. انا عايزك تشتغل زي ما انا شغال كده اهي. بص الحلاوه، بص الشواق اهو، هم دول هنحطهم في قلب اللحمه بس خلاص. وسيب اللحمه تستوي. اذا كلكعت على مسؤوليتي هتلاقيها دلوقتي كلها زي البصلايه اهو. فيها توابلها، فيها كل حاجه. شيف مغازي، نعم يا امي، نعم يا ست الكل. لما بعمل مكرونه بشاميل او صينيه رقاق بلاقي اللحمه متفلفله او اللحمه سايبه في قلب الصينيه، ابقى شايل الرقاق كده خرطه والاقي اللحمه نازله من الناحيه الثانيه. مكرونه بشاميل بروح المطاعم، بروح للناس المتخصصه، بلاقي اللحمه كتله واحده مع المكرونه، لحمه جوه رقاق او جوه فطير تلاقي كتله واحده. ايه الموضوع؟ اسمعي مني بقى دلوقتي التركايه دي كمان اهو، في قلب اللحمه كده. شوف انا هعمل ايه. بينزل لي البيون والجوس بتاع اللحم. بص عليه كده، بص على الشقاوه، بص على شقاوه المطبخ، دي التركايه اهو. بعمل ايه يا عم الشيف؟ هم دول السر. عارفين يا عم الشيف؟ في قلب الخلطه دي واقلبهم كده. ايه اللي انت عملته ده يا عم الشيف؟ دي بتلم الشمل، ربنا يلم شملنا. شفت الحلاوه؟ بص انزل قلب كل ده مع بعض، خلصت. جزيئات اللحمه بقى ومسامي اللحمه خلاص جمعت اللحمه كلها مع بعضيها وخدت الطعم وزي الفل. تبتو حط الحشوه جوه الرقاق هتلاقيه ماسك نفسه. يبقى التركايه هنا معلقه دقيق في قلب الحشوه صغيره كده، محدش قال لك عليها قبل كده. حلو، وسيب اللحمه تستوي. نجيب الصينيه بتاعه الرقاق بتاعتنا الجميله الحلوه عشان نعمل صينيه رقاق كده بتتكلم مصر. حلو الكلام، نوسع كده. اللهم صل على النبي. معانا سمنه بلدي، باخدها كده في قلب الطاسه اسيحها شويه. حلو الكلام، وخلونا نتبل السمنه دي، خلي بالك. شويه سمنه حلوين كده زي الفل. بحط على السمنه دي يا عم الشيف شويه حليب. الله عليك وعلى والديك، هو ده هو ده. واسيبهم على النار، بحط عليهم شويه بهارات. ما انا ما عنديش شوربه فراخ ولا شوربه لحم، انا اكتفي بشويه الحليب وشويه السمنه. حط عليهم سنه بابريكا حلوه كده، شويه بهارات حلوين، شويه ملح وشويه فلفل على السمنه والحليب. الله، صينيه رقاق للمبتدئين في المطبخ. وفرت عليك مشوار انك تروحي تاكليها عند ماما، تروحي تاكليها عند حماتك. شايفه اللحمه المفرومه خدت لون وشكل ازاي؟
اهو. ايه الحلاوه دي يا عبد الشيف؟ اهو ده تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. اه اللحمه استوت، وادي الحليب مع السمنه زي الفل. اسيبهم على النار كده، ممكن تحط بشة جوزة الطيب اذا انت حابه جوزة الطيب، مفيش مشكله، اختياري برضو حسب الرغبه. كده انا عندي السمنه مع الحليب جاهزه، واللحمه المفرومه جاهزه، صينيه الرقاق بتاعتي. بجيب مكعب زبده صغير كده. مكعب الزبده بقى لازمته يا عم الشيف، اذا انت مكعب الزبده ده بيخلي الرقاق بتاعك ياخد بصمه في ارضيه الصينيه ويحمر بسرعه، خلي بالك. اه تركايه صغيره خالص، مش سمنه، زبده اه في ارضيه الصينيه. اه شفتي اه كانك بتعملي صينيه بسبوسه او صينيه كنافه. اه شفت الصينيه اهي اتغلفت بالزبده، دي زبده مش سمنه، تاني زبده مش سمنه. اه زي الفل. واجيب الرقاق الحلوه دي كده، اللهم صل على النبي، واحطها هنا كده يا دلعك. ونفس الموضوع اللي هو اللي في الصينيه انا حطيته دلوقتي زبده مش سمنه. لا الزبده تخلي الرقاق يتحمر بسرعه، السؤال ده من الكنترول بيقولوا ان احنا لو حطينا زبده سمنه بدل الزبده في مشكله؟ مفيش مشكله ولا حاجه، بس وجود الزبده في تحمير صينيه كنافه، صينيه بسبوسه بالاحمرار بيساعد على احمرارها بسرعه، وخاصه مع الرقاق الطري غير الرقاق الناشف او الرقاق اللي هو بيحتاج لشوربه كتير. حلو الكلام؟ هننزل باللحمه المفرومه بتاعتنا المتعصجه دي. الله شايفه اللحمه؟ شايفه الشقاوه؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ مكرونه مع صوص بولونيز، حط صوص طماطم مع معلقه سكر اتحول لبولونيز. بتعملي شويه فطاير زي ما هي كده، حط عليها شويه مكسرات. اه بتعملي مكرونه بالبشاميل زي ما هي كده، هتبقى معاكي زي الفل وهتستر معاكي وتبقى تمام زي الفل. اه بتعملي حشوه كانانولي نفس الحشوه. اه بتعملي مكرونه محشيه بنفس الحشوه. اه ننزل كده اه باللحمه المفرومه. الله 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 الله. اه حلو قوي. نعم اه ممكن نستبدل اللحمه المفرومه دي يا عم الشيف بدجاج مفروم؟ اه مش هيقول لا، نفس المدرسه. اه الله عليك يا طيب، خليك مع الله واعملي الطيب. شفت الحلاوة؟ شفت الجمال؟ اه 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 هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هو ده. ناخد رقبة من دي كده نحطها هنا كده، اللهم صل على النبي، ونلم الرقات دول كده مع بعض. شفت بقى الجو ده؟ هو ده اهو. اه لسه ما خلصتش معايا الزبدة أو السمنة والحليب بيغلوا على النار. بحط شوية منهم دول كده هنا. اه. اللهم صل على النبي. هو ده. وناخد معانا كده اهو. حلو اهو. ونجيب سكينة صغيرة كده. نيجي على الأطراف دي كده، بص بقى خلي بالك عشان ما تعورش ايدك. اه. تشيل الأطراف دي بالراحة كده. أهو. وانت بتلف الايه الصينيه ده ما يترميش، خلي بالك حرام عينيه. اه ده ما يترميش خالص اهو زي ما هو كده. اه اعلمك حاجه دلوقتي وانت معايا. اه خد واحده كمان واخد واحده كمان. اه زي الفل. تاني تعلميها اهو السكينه اهو، تيجي على حرف الصينيه بالسكينه كده بعيد عن ايدك خالص. اه تعملي صينية جلاش نفس الطريقة دي. اه اه تعملي صينية رقاق نفس الطريقة دي. اه اه زي ما انا شغال كده. اه 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 بالراحة. اه تلفي السكينة تحت ايدك كده في الصينية بتاعة القطعية دي كده. انت ايه سويت الأطراف ده يترمي يا عم الشيف؟ لا هنعمل ايه؟ اه وما احنا مع بعض نرفع كده بالراحة، اللهم صل على النبي، وناخد ده كده. أنا ضد أي حاجة تترمي. أهو. حاجات بسيطة صغيرة ولكن بتفرق. نرجعها تاني كده عشان نوزعها بالتساوي.
ونحط البردو اللي احنا قطعناه هنا. حرام ده يترمي في الزبالة، حرام. ده يتشال كده بره زي ما الشيف شغال كده على مسؤوليتي. ونقلبها عليها كده زي كل ده لما يستوي دلوقتي ونعمله الخلطة بتاعته هيعجبك قوي. زي الفل يا عم الشيف. نرجع للخلطة بتاعتنا الجميلة اهي. شوية الزبدة او السمنة اللي ما احنا حطيناهم مع بعض، بنحط عليهم تاني شوية حليب. حلو. ونقلبهم مع بعض. ظبطناهم بالتوابل اهو. وينزل كده هو ده. اللهم صل على النبي. اتعلمي بقى التركيه اللي جايه دي هتعجبك قوي على فكره. كل ده هيشربوا الرواق باذن الله. حلو قوي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ زي ما هي كده بالسكينه. في درجه حراره 180 بتدخل سريه الرواق دي، هتاكل صوابعك وراها، تطلع من الفرن شربانه السمنه مع الحليب مع التوابل، اللحمه المفرومه جواها ماسكه نفسها لها شخصيتها بالتركيه بتاعتنا. ونشوف سريه الرواق بعد ما تطلع من الفرن. التايم بتاعنا قد ايه يا عم الشيف؟ 30 دقيقه باذن الله تعالى. اهي زي الفل. يلا نصلي على الحبيب. خلينا ندخلها الفرن مع بعض. اللهم صل على النبي. اهي دي مكانها فين مخرجنا الجميل؟ مكانها فين؟ فوق ولا تحت؟ ده سؤال مهم جدا. بعد التعب والشقة ده نحطها في الفرن غلط. هو ده هو ده. حلو الكلام زي ما هي كده. لان لو حطيتها على الشبكة يا اختي، لو حطيتها على الشبكة ممكن الوش يحمر قبل ما كله يستوي مع بعضه. هنخليها في الفرن كده في درجة حرارة 180. هنشوف صينية رواق طرية لطيفة زي الفل. ايه الصورة الجميلة اللي على الشاشة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ شفت الرواق؟ شفت طريقه للاحمرار؟ ايه الجمال والحلاوة دي يا عم الشيف؟ الله حلو. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ اللهم صل على النبي. صينيه رواق في الفرن بتتكلم مصر. طيب تعالوا مع بعض نشوف صينيه الرواق اللي في الفرن، عشان معانا طبق مهلبيه، وطبق المهلبيه بيختلف من بيت لبيت ومن محل حلويات لمحل حلويات بالفليفر والطعم والسماكه والقوام. نشوف الرواق مع بعض. لا ما تقوليش بقى، ما تقوليش بقى، الصوره تتحدث عن نفسها. وتعني مليون كلمة، خاصة على شاشة القناة الأولى. شفت التفاصيل الصغيرة؟ الرواق وحمار وجماله، السر في معلقة الزبد مع الحليب. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ ده اللون ده يعني الواحد لازم يجوع. وشوف التفاصيل اللي جوه بقى، اللحمة متعصجة إزاي. عيني أهو. حاضر أطلعها لك من الفرن حالا دلوقتي. حاضر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. أيوه. اوف اوف اوف. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هي مش محتاجه حاجه خالص خالص. اللهم صل على النبي. شفت الحلاوه؟ شفت الجمال؟ عينيا. لا يا عايزنا اشوف لك من الصينيه. عينيا. لا موجود يا باشا كل حاجه. المال الحلال ربنا مبارك فيه. مخرجنا عايزنا اقطع حته من قلبيها. اللهم صل على النبي. سامع الصوت ده؟ سامع الصوت ده؟ سامع الصوت ده؟ الصوت ده له حاجات كتيرة أوي، تفاصيل كتيرة أوي، مدفوع فيه حاجات كتيرة أوي. سامع الصوت ده؟ عينيا. جيب طبق التقديم. حاضر يا باشا. هناكل؟ هتسمح لي آكل على الهوا؟ أنا ما عنديش مشكلة. الله. اتعمل في وقت قياسي. يا غالي اهو اهو يا حبيب قلبي، حبيب هارتي من جوه. اللهم صل على النبي. طبعا الرقاق زي المكرونه البشاميل، زيه زي اي باسطه بتتعمل، تبرد تقطع منها وتاكل. طبعا بنقطعها وهي سخنه. شفت شفت شويه المفروم دول؟ تحت كده هم اهو. داري جمالك، داري حلاوتك. الف انا وشيف. طبعا مفيش مانع انت على السفره تعملي حاجه حلوه قوي على فكره، طبق زي ده كده، وقدمت قطعه من دي كده، كل القصه بتاخد الطماطمايه الحلوه دي كده، برضو نتعلم فرصه حلوه.
قطعه من الجلاش، قطعه من الرقاق اللي انا عملته دلوقتي، قطعه من مكرونه البشاميل. طريقه التقديم مهمه جدا. اهو ورده بالطماطم، والطماطميه دي ما تترميش على فكره، اهي زي ما هي في دي اهو. اهو هخليها كده اهو قبل ما تنزل، اجي كده بالسكينه اهو. اهو حلو، الله عليك يا عم الشيف، الله عليك وعلى والديك اهو. وناخد الورده الحلوه دي كده، والله العظيم حاجات بسيطه ولكن بتاخدنا في مكان تاني خالص اهو. التاتش ده، عندك شويه جرجير حطيهم. روحي مطعم بقى وكلي المثلث الجلاش ده ومثلث الرقاق ده كده، شوف هتدفعي فيه كام بالطعم والتست ده كده. قرن فلفل حار، اه جوزك بيحب الحار ما تحرمهوش. اه زي الفل، الف هنا وشفا. خلينا احط مكان تقطيع ال 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 ده مكان تقطيع بس، عشان انا ايه ما بحبش الصينيه تبقى فاضيه كده. اه انت حبيبي، اه انت اللي قلت لي طعم. اه حبيبي، اه.